لا طبعا لما عرفت فكرة المسلسل اتشددت اكتر، لان هي حاجة انا شخصيا ما كنتش فكرت في كل ابعادها وفي كل مشاكلها وقوانينها والدين بيقول ايه اصلا قبل كده. فزي ما حسيت انه انا عندي فضول اعرف، او انه ده لو مسلسل اتعرض وانا قاعدة في بيتنا هحب اتفرج عليه، فقلت لا انا يعني ما اقدرش ارفض حاجة زي دي، لانها اكيد دي حاجة هتشد الناس. في الحتة بتاعت الدكتورة النفسية جهزت بانه هو انا شخصيا اصلا بعمل ثيرابي بقالي 7 سنين، فبقيت يعني عارفة كويس قوي الدكتورة النفسية بتتكلم ازاي، بتقعد ازاي، بتتعامل مع الناس ازاي. بس برضو لجأت لها عشان اتأكد بالظبط يعني من المشهد اللي انا هعمله. وكمان اوريدي كان المسلسل يعني في دكتور نفسي كان طبعا مسؤول عن انه النص يبقى كل حاجة فيه مظبوطة. هو ما هو الحلو في الدور ان هي مش طالعة الدكتورة النفسية اللي هي دكتورة نفسية وبس، الدكتورة النفسية دي شغلتها، بس هي كبني ادمة عندها صراعات وعندها مشاكل وعندها طموحات وعندها امال بتتحطم وعندها احساس بالخيانة، ويعني بتقع في حفرة كبيرة قوي قوي قوي، وبالتالي بتلاقي نفسها واقعة في الفخ اللي اصلا العيانين بتوعها بيقعوا فيه، وبتلاقي نفسها مش عارفة تطلع منه ومش عارفة تتعامل معاه، وبتبدأ تاخد أدوية مش المفروض تاخدها وبتاخد جرعات أكتر. فده حلو لأنه هو واقعي، هو بيوري أنه يعني حتى الدكتور النفسي ده بني آدم وبيتعب ونفسيته بتتعب وبيحتاج هو كمان يتعالج ساعات.